مساء الخير أحبائي وأعزائي. النهاردة هنتكلم عن فيديو اسمه إعصار هاغوبيت يضرب الصين والفيضان يحاصر سيارة داخلها 3 أشخاص من قناة أو نقدر نقول جريدة الأقباط المتحدون. عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو نقلا عن وكالة CCTV الصينية يظهر إنقاذ 3 أشخاص من سيارة حاصرها الفيضان في الصين، وضرب إعمار هاغوبيت مناطق عديدة في الصين، وظهر في الفيديو إنقاذ 3 أشخاص من سيارة حاصرها الانفجار الناجم عن هذا الإعصار، وهنشاهد الفيديو مع بعضنا. حاجة صعبة جدا جدا. ربنا يرحمها. العربية حصلت. بيحاولوا ينقذوا هذا الشخص. ربطوه بحبل، رموه بحبل وانقذوه. الشكل شايفين السيول، الفيضان الرهيب، حاجة صعبة جدا جدا. يعني نشكر ربنا الحمد لله ان بلدنا حتى الان لم تمر بها هذه الاعاصير الصعبة جدا جدا جدا، ونطلب من الله ان يرحم شعبه من جميع انحاء العالم ويبعد عننا كل شر وكل حاجة وحشة. وبنتمنى من الله ان يمر هذا العام، العام الصعب اللي مر على كل العالم كله بصعوبة جدا جدا، ويعني عايزين نقول ان الله ان شاء الله يعدي السنة دي على خير وتبقى ويحفظ مصر وكل بلاد العالم للخير دايما، وربنا يكون معاكم امين. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك في القناة. شكرا لكم.